بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وهنكمل الله بإن آيات الصدنات إلى آيات أفرتن يسيدين من سورة البقرة. آيات دوها رسوا حلقة بالله بي خليقته أما بني آدم كسيدو كب اللوضي فالينو شيقيا تاسو تاريخ في عنا تاريخ سحوي فرك الله وحوليه واذكر لفظك قرآن كما هو إذ وذر كل ما مضاوي مرك فعل وإن لو سوى قدره واذكر كشي تقادير تقرآن كوحيابها أنكو قرآن لكن معناها لقى فهمي قرآن كمتاي واذكر كشي كيبا لبلدتك أغوران نبي الله محمد بالله الله اللي إذ وقت قال أولي ربك ربك للملائكة ملائكة أكويني إني أنك جاعل وحانكو أبوري في الأرض دولك خليفة مامولة كم مامولانكو أبوري وخليفة خليفة معنى سوحوية ومامولة مركي اللقاء أهلا إلى هذا وكدن بي ويددك يريد تغيب وكدن بي لكن ومامولة دولك مامول الله سمين يا أرض الله أبوري ومامول الله سمين oo garsoor baa loo sameeyno maamul baa loo sameeyin marka Allah subhanahu wa ta'ala malik malaa'iktiibu wuxuu ku yiri dhulka ahad baan ku sameeyin maamulo oo aan anigu abuuro kan ku sameeynaa marka Allah lama tashanin malaa'ikta wuxuu ku wargelinaya waxa ahadka la sameeyin doono fadliga iyo sharaftiisa yaa inuu sheego uu doonaya Allah subhanahu wa ta'ala saasu malaa'ikta u geysiyo laakin lama tashanin wadkur ka sheekay idu waqti qaala rabbuka rabbiga uu ku yiri للملائكة ملائكة أكيري إني أنه جاعل وحان يالي معنى وحان كأبور بمعنى خالق في الأرض للك نحليس خليفة أحد خليفة كأبوري ملائكة وجسم نوراني وأن الله عاصم وي قالوا وحي لهذه أتجعل موحاد يالي فيها أرض نحليس من ضد مياد يالي يفسد فسادية فيها أرض وحبئسة ويسفك الضادية الدماء الليك الضادية ونحن أننا نصبح وأن كن نجزهنا وكو تصبح سنة متلبسين بحمدك حمدك أننا قلت لها ونقدس لك وأن كده الراه معنى صفتي آدم ذاتيبا نقول معاملنا ملاك السيدة سيئة الله أقول جوابين ما هين الله بشيسيهين أما معارضيسيهين لكن وحا حكمت لهذا كم قنتهاي إذن كو مصبحين هن دنب لهين ما خليف لقدره وحكا لئي وحديك دادسة أو وحبي سماح خليف لقدره حكمة داسة كمغان وحديك دادين أي سيدة خليف لقدره إذن كمال لذن كدره دمع عاسا كتيرون مركا حقيك فهمين إني وحقو الله سمين دونه وديك دادين دونه أما وحبي إسي هاي حقيك فهمين دولك وحكونا لا بالي تين باكونا لا وحبي إسي هو ساسي وقالين أما خليفة تاسي كفهمين وخليف مره دي اللي روا مامله تمشى واحد سهستئي واحد سديلي واحد ليشي سيني واحد لك الحكومي مشى إنه كتشره ساسي فهم يأوين وساسي كقرته بركة الله يقول معارضينين وحيدون يان حكمة يقول أن دم بلهين لول كله يقول لي بواي واحد دم بله وحبي سنة لول كله يقول لي حكمة سير ربانين أقعده قالوا وحيدين أتجعلوا موحد يلا الله فيها أرض لحدانا من أحد يفسد فسادا وحبئ فيها أرض ذلك فساد فساد هو وحبئس ويسفك الدماء ديكنا دادنا إسلاين ونحن أننا نصبح وان كنا جهنا سبحان الله وان رايو صفات هذا كوكوسي فإن متلبسين بحمدك أما أنت هذا أنا وكدرين نزهي دي أمام بان اسكدرين حمدك وحوية صفات والله متعلق تلمامه تسبيح دي وحوية وحي ونا أهين لغن نزهو ونقدس لك أن كده الروح ونكو ذكرنا قال الله سبحانه وتعالى إني أنا أعلم وحن أجهي ما لا تعلمون وحيدا نجيم بالوحي يجو وحين أجيم إفساد كان يديك دادين تن حكمة كلا إني كتشفت مؤجة حكمة الله وق أبورا يخليف كان مؤجة بك الله وحوش يا جاي وحن خليف وقد جي يامد كاس ديك داديها إياه صدا سيليا حكمة كلا إذا نجيم بمشي كتشفت وين حكمة دان وامد ده كمان إني ملاك تأجدان الله وحدينا نعلم وحنوجه ما شاء الله تعلمون إن أوجي أيضا أوجي وحين أوجي وحويه إن أذن كخليف كأ
قار بدنو دنبيل يالي هابا كبير ميني أنبياء يا صالحين يا أولياء أي كبير ميان وإله قدرة دي سوهالكا كالظاهر يسو وصيدا اللو أغانا يو يو الله حكمة دا كوشي تواسا حكمة دا سينا ملايك تكوار قبل مرك مرك غيب كوحوك يمجيرو عن الله هاين وعلم مرك الله سبحانه وتعالى نبي الله آدم حكمة دا الله أغدورت أرضنا يا ملايك تلقنا دعين الله شرحي علم الله وحو براي آدم النبي آدم الأسماء أمك عرنب براي كلها دمانتير ثم عرضهم مقعيه وحو أبان دقاي على الملائكة ملائكة أبان دقاي فقال ألا وحو كيري ملائكة أنبئوني بل إيقور بحية بأسماء هؤلاء كوا أسماء دوضة بل إيقور بحية إن كنتم هداتين سادقين كواتهم شيئية وإذنكو إنا أدلك كوا ناكسنتهين وأدونك أنوكو أن سمين دون أدلك كغفي عنتي إنا دات كرهم شيئيسان عرب الأسماء دوضة شيئ شيئا marka nabi ilaah aadam waxa la baray waa magacyaha laftoodi ee musammiyaadke lama barin baarin oo bilmetal waxa loo tirinaya geed dul sidaas oo kale yaa loo tiri laakiin waxa magacaas la ilaah waxa magacaas la lama dhihin baa la leeyahay qoryana waxay leeyihiin waxa laftiisii baa la baray ashaadi oo dhan baa la baray waxa la wixii kaas magacaas la ilaah kaas magacaas la ilaah taa waxa ku tusaaleen bi asmaayha ulay baan ashaada magacyahooda sheega la yiri soomaa marka wixii baa la baray nabi aadam marka cilmigaas nabi aadam lagu sharifo cilmigiisa oo kale inayna lahayn oo adoonka la sameynaya cilmiga uu leeyahay marka cilmigu sharaftu leeyahay waa arsaa way thumma wallama wuxuu baray allah aadama wuxuu baray asmaadi buu baray waxa la wixii magacaha asmaada waxaa kamid luqoyinka kamid luqo oo dhan baa la baraya nabi aadam ayu luqo oo dhan carabiga kamid oo soomaaliga oo wuxuu dhan baa la baray thumma aradhum asmaadi wuxuu u bandhigay على الملائكة ملائكة عرضهم ملائكة عرضهم أسمادي وحو أبن لغي أو أسو الداهرية على الملائكة ملائكة تسو أسمادي هي أشياء دي مقعيها دي أشياء دي ونبا ماشا لكيني أشياء دي نبي آدم مقعيه هذا لبراي يا ماشا لكيني فقال وحو الأنبئوني بليغا ورهم ملائكة بأسماء هؤلاء وحا حويانك إيو مقعيها إيو قيدها مقعوضا بلك ورهم إن كنتم هداتين سادقين كوا كرن شيقيون أدونك أن سمين دونه إنها تكفي عنتين إذنك هدى كل سيغيسان قالوا وحير أهدي سبحانك إله هو أدنى زهنته لا علم علم لنا نوم سبنان إلا ما علمتنا واحد أدوك نبرتين مويان معناه هو أدنى أكتها إنا دكوة نسمى ذو نبريون أنك علمك آنو هينا واكي أدوك أندها نبرتين أكتها يوي مركا وحاد أكتها إنا نوحن أسمى ذو قرنين واد أكتها سبحانك كذا سوحويه الله بي حرمين يانو هذا الكيوه رأي الله كوي رهدين إله الليين يا إنا نبوش أهل بيت صالحين يا الله يسدي أنت عدو يهين وحيد هدين سبحانك إله النزهنات إله واد فانتهي لا علم علم لنا نوم سبنان إلا ما علمتنا وحد نبرتين مويان هذا علم جاي جنا وادوك تاين إنه كتير أسمادا إنك أدوك أنت أدوك العليم كوحو بأقبى تاي الحكيم أمام الوناكسن أما فلسا عليم إيا حكيم والله باسمه ألا لي هايرو مدو بالمفعول في باك قوان مرك علم وعام وحول بادق وادقته لكن انا وح قاره ادق نبرتي مويان وحول بمؤجن حكيم نواتها ادونك اد سمينيسو انو هبونتها في عنتها غرن ملائكتي مرك هلكاس يي كو غرن واين و خي لو سو بندغي قال الله و خوري يا ادم وادم انبئهم او غورن باسمائهم اشياء ما شاءت الله مغعيهد او غورن فلما أنباهم مركو آدم كورهم بأسمائهم أشياء مقعيهون قال وحو ألا كيري ملائكتي ألم أقول لكم ميانا إذن كلهم إني أنو أعلم وحان أبهي غيب السماوات السبادة وحكم مقن والأرض أرضا وحكم مقن وعلم وليب وحان أبهي ما تبدون وحا ظاهر نيسان يوما شيء كنتما ظاهرين تكتمونك وقريا الله سبحانه وتعالى ملائكتي وحو كيري آدم شرفتي سي علمي بالغسو الظاهرية ملائكتي بالله بندقي يوم waxaa la yiri cilmigaas isagu leeyahay bal ka warrama biyaanu sharaf lahayn adoonka aan meesha ugu talageysan sharaf male biyaana awl baydiin sheegin wax badan oo idaan idinku ogeyn baan ogahay anigu wax baan ogahay laakiin idinku wax badan ma ogeyn waxaad ku hadashaan iyo waxaad qarisaan intaba waan ogahay waxay ku hadleen waxa kamida ilaahayow ma wax dhig daadin baad ardada ka dhig waxay qariyaan waxa kamida la yiri ibliis baa ku dhex jira markay ibliis baa arkay nabi ilaahay aadam dhoobadiisii oo meel taalo meel la dhigay ilaa markii hore dhooba la qaaday ardadoo dhan baa laga qaaday dhoobo
laga soo qaaday markaas la waxeyo waa la qooshay waxay la ila qooska loo yaqaan marka xama masluun bay noqotay sida wadalko kale hadana dhoobo laazib ah degdegtay noqotay kadib la fakhar bay noqotay yaani wax qallalan oo dananay markaas intuu u yimaado saa uu ka wayuleeyaa waxan baa lagaaga jeeday malaa'ikta waxay leeyeen waxa hadii Allah abuuro anagu aanu amar qaadanayna sidii Allah na yiraa iblis wuxuu anagu amar qaadan mahay iblis kana kibirku meesha uga yimid waa la sheegi doona قال وحول يا آدم أنبيهم أغورن بأسمائهم أشياء ذا ميشا تالا مقعيه هذا أغورن ملائك فلما أنباهم مركو كورن بأسمائهم مقعيه هذا قال وحول ألا كويد ملائكتا ألم أقول لكم يانا إذن دهين إني أنو أعلم وحن أغهي غيب السماوات السماء ذا وحكمقا والأرض أرض ذا وحكمقا وعلم وأن أغهي ما تبدون وحد ظاهرين إيسان وشاكدي إذن كالدحدين وذا نقب يغتر هذا وما شيئين وانو كنتم هذا تكتمون كو قريؤه ابليس هذا لده او شيغيو يهو سها واحد يدين كليدين انغا ميشا كو وناغسن انتا سو دوان كوار قبا بو الله ليه سبحانه وتعالى وها وهي قصداس مركا سداس او دحديو ميشا وها انو سو بخي علم شرفته او ليهي جهلغو وخ ااد خو ويان ميشا وها لينو تلماميا قضيتي يدا هي الله احد كي ويدو دلكان سمين مركي او سمييي ملائكته امر في لسي يا موقف كي ملائكته كقاتين يا ابليس وحي اقرصونا سيده اوغ سو بخداي وذكر كشيكه با ليدي حدنا اذ وقت قلنا ان كنا للملائكه ملائكته اسجدوا سجودا لادم اسجودا فسجدوا وسجودا ساي ادناين الا ابليس الا لكن ابليس ابليس ابا ودينا او استكبر او كبري انو اسجودي ما هي maxaad ugu sujuudi wayd markaa la yiraahdo anaba ka fadli badan buu seenigu sujuudayaabuu ka amar qaadan maayay way wakaana wuxuu kamid noqday milal kaafiriin kuwa gaalada ah iyo kamid noqday iblis wuxuu xalaleeyahay asal ahaan malag buu aha marka allah baa ogaa ayaan daradiisa ogaayo amarka hore u sujuud la leeyahay malaa'igtaasu ku dhex jira marka kibir dartii iyo amarkii u diiday kibirkan waxa ku kalifay baa leeyahay waxaa madax looga dhigay malaa'igta samadan urso kaysay malaa'iga ardada deganeed ba jirta oo ardada joogi jirtay oo jin leeyda magacooda oo uu ka dhashay qabiilkaas uu ka tirsanaa marka kuwaas madax looga dhigay maamul ah marka aadna uu cibaado badnaa uu isla kibray marka uu isla weynaaday kibirkiiba marka wuxuu ku dhaliyay inuu ka amar qaato marka allah markuu ka amar qaadan la yahay majaahil buu ahaa masa caalim buu ahaa hadii jaahil buu ahaa la yiraahdo ilaahay baa cilmigi ka siibay لكن وها موقته انه الله قرن ايون الضفر سنين وي موقته فبعزتك واكو كدارني وديلي مركا مركا ذنب دعه كا اوغو هريا وحو اها كبر يا حسد بو كدشاي ذنب دعه كا اوغو هريا كبر يا حسد بو كدشاي ابليس وحو حستي نبي الله ادم شرفت الله سييبو حستي وانو كبريو اني غابا كسريي دقنكا وها له با ليد دقنكا كبرك يا حسدك ee waxa leh baa leeyahay yahuuda wax bani aadam oo dhaqan kale yahuuda ugu badan baa leeyahay ugu horeysa id waqti ka sheekay qulna aanu niri lil malaa'ikati malaa'ikta ay gabi ahantin usjudu li aadam usjuda fasajadu way sujudan illa iblisa illa da waxa la yiraahdaa iblis hadii la yiraahdo malaa'ikta kamid buu aha istithnaa mutasil baa loo yaqaan macnaha mustatin iyo musanaaminu marka isku mid yihiin baa mutasil baa leeyahay qolena waa muqaddic beelay iblis malaa'igta ba kamid ah ma ahayn baalay waxyaabaha ku tusinaya inuu malaa'igta kamid ahayn malaa'igtu alla ma caasiyaan isagu uu caasiyay malaa'igtu isma dhalaan isagu uu is dhalay suuratul kaafi waa kale yiri isagii duriyadiisa waa kale yiri malaa'igtu waxa weeye wax ma cunaan isagu uu cunaa malaa'igtu khaa'imin ma aha isagu waa khaa'im culimo badan baa sida aaminsan fasajum markii sida la yiraahdo iblis kamid ma ahayn la yiraahdo waa muqaddic مقدع وحلو يقانا مستطيني مسلمين ومركين اسكو جنسي آهين فسجدوا ويسجودين ملايكتو قبيها سيدا يقولنا نايين إلا إبليس إبليس أبا وودين ومركي استطاع مقدع لقدقوا إلا لكن إبليس إبليس أبا وودين كعنتو كتاني أنا كخير بذنبول خلقتني من نار وخلقته من دين لو بابت كأبورت أنا قلنا النار سيدين اسكو ميدو نقونينا واستقبر وانو كبريو مدحو تاقيو الله كأبر غادا وان وكان وحونا كمن نقض من الكافرين كو غالوباي بو كبيراي marka fi ilmi llah bu galada kamidaha fi ilmi llah hadalna galnimadi siba cadaatay way cadaatay galnimadi marka galadu ku beera way cadaatay way wa qulna waxaanu ku nidbu allalay qulna waxaanu nidhi ya aadamu aadamu uskun dag anta adiga iyo wazawjuka haaskaaga
الجنة جندة دق وكلا كعنا منها جنة حقيقة أكلا عدتها غدا وواسعة حيث شئتما ماشى الدونتان ملك استواف فسعوا جنة وتهين ولا تقربا هاو دوانين هذه الشجرة جدا هاو دوانين وفتكونا ذهتان من الظالمين هداد جدا تابتان ظالمين تتكمل لغونيس أبرديدة إبليس باتكو بيريسان وحالي لحاو نبي آدم دبدي بالا أبوري نبي آدم مركي لا أبوري أو أي قصة دانو دعدي يادي كلي جوهي كلي جبا جنة تشوغة أرضا دالغو أبوري هورتا مركي كلي جبا تشوغوه هل مهيستو وحوه لياهينا مبايا غامبا ومركي ورسو الدنيا دو صوبحو مركا انتلا السوحي وسيحدي يا الله قلي وحال لغا سو ساري مركا فين ديسا بيد حدو قابن با لغا سو ساري حاوة لغا سمي وصو توسي مركا وسو ميرسي محاذا هيد بوري امرأة بانا هاي بيتر ومحالغو أبوري أدي قد كوه لياني sida darteed waxa la yiri hadii markii aadam la qalay oo feerda laga saaray uu soo jeedi lahaa xanuunka dareemi lahaa ragu haweenka ma jecelaadeen baa leey isagoo ogeyn baa laga saaray wasiida hadda loo suuxiyo dadka loo qalo waxa kale la sheegay ee haweenku ragu way jecel yihiin maxay yeli way ka sameeyseen iyaga laga sameeyay mas'ala kale meesha ka soo baxdo inagu aad dhalka dadka uma siinay labeebka waxa loo yaqaan ama qunfaha waxa la yiri hadii labadii jinsiba uu yeesho oo naasihii iyo sidii kale wax walba yeesho oo la garan waa sidee loo dhaxalsiin waxa la feedhiisa la tirin baanay haday feedhiisu kala dhinaato waa nin haday feedhiisu buuxaana ma aha baa laydin nin dumar buu noqonay marka xawana abuurkeedu sidaas u ahaa marka jannada dagaalayay jannada dagaalay degada lafteeda waxay ku tusaaleen baa lay waa ergisa ahaan bay u degayaan qaata lama dhihin jannada idin kaale qaata lama dhihin dagaalay inay ka bixi doonaan waa la garanay waa ergisu ergisu oo damay ninkeeday ku noqon marka geeda iska daayaalay geeda ha taaban in geedkaasi magaciisa in la sheego waxba looma baahna wax aqoon ku tacaluqda mal qoliyo waxay yihiin cinab ku ahaa oo marka darooga ku jirtay cinab ku ahaa oo darooga ku jirtay oo khamri baa ku dhex jira qoliyana geedka qamandida la yiraahdo ahaa xindada la yiraahdo ahaa waxba qiimad saas ma leh in magaciisa loo ogaado geedun buu ahaa geedaha tamida marka isagii zawjadiisi jannada dagaalay jannadaas waxa ay ahayd marka waxa la yiri culimo badan waxay leeyihiin xagga samada iyay ahayd marka nabi aadam hadii dhulka lagu abuuray samada goortaas loo qaaday wali linooma sheegay dhulka lagu abuuray nabi aadam marka samada la geeyay mar nas lama hayo marka waxa la leeyahay jannadu waxay ku taalaa ardada dad baa meel ku tilmaamay waxay leeyihiin dhulkan adarbijan la yiraahdo oo turkiga xagga ka ah buuro waaweyn oo ka sheeyo dushoodu ay wada janno tahay meeshaas loo malayn baalay waxa yeelay nabiga wuxuu yiri waadiga la yiraahdo furaa iyo sayxuun iyo jayxuun oo dhinaca afghanistan iyo dhinaca amara iyo dajli iyo furaad oo soo mara ciraaq iyo turkiga iyo soo mara buurtaasi ka soo dilaacan baalay kulligood nabiguna wuxuu yiri buurahaasi jannada ka yimaadeen buuri nabiga kaleey salaatu wasalaam buurahaas ee togagaasi jannada ka yimaadeen buuri marka togagaasi hadii la yiri jannada ka yimaadeen buuraha dushooda aad loogu malaynay waayo goor nabi aadam samada loo qaaday li lama ogaanin marka dagaal la yiri jannadan idinkii xaaskiini dagoo ku noolaada laakiin geedka ha taabanina inta kale oo dhan waa idin fasaxan yihiin geedka ha taabanina lay marka geedkaasi dee wuxuu ahaa lama garanayo waqulnaa waxaanu ku nidhi yaa aadamo aadamo iskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga aljannata jannada dega adiga xaaskaagu wakulaa ka cuna minhaa jannada aklan cunitaan raqadana waasica raqadatu sifatu limasdar maxduufin wax la yidhaa wey xayfi shiituma meesha doontaan ka cuna waxalla waxaad doontaan iyo sidaad doontaan ugu noolaada walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geeddaas ha u dhowaanina oo haddaad u dhowaataan fatakuuna aad ahaataan min aldaalimiin azallahuma ashayaan shaydaan baa simbirraxsiiyey oo karkaarka weydaadiyey canhaa liajlihaa geeddii darteed yuu shaydaan u simbirxiyo geeddii cunuy faakhrajahumaa wuxuu ka saaray mima tii kaanaa fiihi dhexdiisa ahayna jannadii barwaaqadii ahayd waqulnaa waxaanu ku nidhi ihbiduu dhaadhaca oo daadega bacdukum xaar qaartiin libacdin qaarka kale caduwin cadow u yahay idinkoo isnecaboo islayn doona oo iska wada horiman doona oo hadday ibliis iyo abeesadiiyo wixii yihiin walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun sugnaan waa iska degaysaan iyo mataacun ku raaxaysi iyo ku noolaansho ilaa xiinin intii muddaa shaydaan baa u yimidoo هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ملكي أم بابا أينينو يدم شلعان بل ما كنت سابون كاسو دار توحد قاسمهما إني لكم الله من الناصحين والله تاعد بالدينه وإذي خير ميريا
marka nabi ilaahay aadam wuxuu geedka u cunay wuxuu ku kadsoomay allah in been loogu dhaaranayo ma fahamsanay mid kale qiyaas buu isticmaalayo geed baa farta loogu fiiqay geedkaasa laydi marka wuxuu mooday geedka geed jinsigiisii buu cunay oo isaga lamida laakiin kii farta loogu fiiqay aanay kaa cunay la yiraahay marka wuxuu mooday ka kale in loo diidan yahay geedaha kale la nooca aan loo ogolayn sidaas uu cunay baa la leeyahay adu cala kulli xaal wuu cunay wey fabadalahuma sawaatuhuma cawradoodii baa muuqatay wadafiqaa yaqsifaan caguhu wax ka dayi baa la yidhi markuu cunay aminii tafirugu alla ku yidhi may waa yaxyaxsanahay buu cawradoodii markaasay muuqatay markii hore way asturaayeenoo cawradoodu ma muuqan waxa weeye dumarnimo iyo ninnimo iyo waxba ma fahamsanayn way isu heshanayeen way wada dadnaayeen cawradoodii baa muuqatay markaasay arkeen markii qaawanidii arkeen oo fahmeen waa kii caleyntii wax isku dhadhajinayeen sheekh culimada islaamka ka mid ah baa wuxuu leeyahay waxay markaan isu xusuusteen oo ninnimadii iyo dumarnimadii u xusuuseen geedkaasaa laga yaabaa inuu yahay geed dareenka kiciya inuu yahay baa suuragal wey sheekh baa sidaa ku sharxay si kastaba ha ahaatee geedkaas markay cuneen unbaa laga raacay faazallahuma shaytaanu shaydaan baa simbiraxsiiyey canhaa geedda xaggeedii liajliha wey geeddii bay cuneen dadka qaarkood waxay leeyihiin xaawaa u horseedayo cun bay tiri geedkaas faakhrajahuma shaydaan wuu ka saaray mimaa kii kaana fiiha ku sugnaayn oo raxmadii barwaaqo ahayd waqulnaa waxaanu ku nidhi ihbiduu hoobta daadega wey buur bay dusha ka saaray jannadii bay ku dhex jiraan janatulkhuldina ma aho hadday janatulkhuldi tahay kuma una kadsoomeen oo warmayd intusaa meelaad ku wartaan ma yidhaahdeen hadday tan janatulkhuldi tahay waa janno soka weyn bacdukum libacdin caduwun cadow isu yahay marka cadow yaa isu ah shaydaan iyo abeesadii muxuu kuma kansaday shaydaanku inuu meesha galo abeesa waxa weeye abeesuu galay oo abeesaa gelisaa la leeyahay ama meel daaqadu sidaa uga eegay baa la leeyahay si kastaba haatee haddii la yidhaahdo ihbiduu waa shaydaan iyo abeesu iyo xaawu iyo aadam wey marka waxa cadowga isu ihi waa xaawiyo aadam iyo shaydaan oo shaydaan waa ka aadam la culloobay oo duriyadiisaan wada dulsan yihi waxaa kaloo laga yaabaa inay tahay oo sax ah idinku aadam adigiyo duriyadaada oo iscola oo islayn doona waayo dhaadhacle waa kale laysku bilaabeen ilmani aadam laftooda haddii laysku bilaabo war dhaadhacle idinkoo cadowa walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun sugnaan aad degtaan iyo mataacun raaxa ilaa xiina marka waxaa la leeyahay nebi aadam wuxuu ku degay saraadiib ama meel jeexdin oo jeexdimo ah oo dhulka hindiya buur ku taalo buudi la yidhaah halkaasuu ku degay baa la leeyahay nebi aadam xaawana waxay kusoo degtay baa la leeyahay judda meeshan la yidhaahda oo hadda xeebtan badda casa yay kusoo degtay baa la yidhi ibliisna wuxuu ku degay baa la yidhi meel ubla la yidhaah yuu ku degay baa la leeyahay abeesadiina dhulkan afghanistan meel ka mid ayuu ku degay waa meesha ugu abeesa badan baa la yidhi waxaasu de waa iska taariikhe nas uma hayno marka way soo degeen calaa kulli xaal carafana way isugu yimaadeen aadam iyo xaawu sidaasoo kale marka waxaa la leeyahay markuu nebi aadam hindiya ku degay jannada carafkeedii baa ka ureeyey urteedii udgooneyd baa ka ureysay marka geedihii oo dhan bay carafkii ku wada biiro meesha cuudka hindiga la yidhaaho udgoon halkaasaa laga keenaa baa la leeyahay waxaasoo dhan waa iska sheeka abka soo gaadhahe nas uma hayno bacdukum walaakin walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin fatalaqaa wuu la kulmay wuu kala kulmay aadamu nebi aadam min rabbihi rabbigii kelimaatin kelimooyin buu kala kulmay rabbanaa dalamnaa anfusanaa waa kelimaadku kala kulmay waa kuwa macnaha wuu isgartay ibliis ma towba keenine wuu kusii adkaystay nebi ilaahi aadam markuu ogaaday inuu khaldamay wuu soo noqday ilaahay buu u towba keenay ilaahiisuu bariyey markaa ilaahay wuxuu kula kulmay ducadaas iyo toobakeenkaasuu kula kulmay allana waa ka tooba aqbalay subxaana wa tacaala fatalaqaa aadam marka qof walba sidaasa waa wado uu inoo furay nebi aadamow dembi markuu kaa dhaco allaha ka quusanine horay uga toobakeen allahu ka aqbalay subxaana wa tacaala fatalaqaa wuxuu kula kulmay kala kulmay aadamu min rabbihi wuxuu kala kulmay kelimaatin buu kala kulmay kelimaadku alle kelimaadku aadam allihii kala kulmay macnaheedu waxa weye waa loo afgeliyey waa la waafajiyey weye xagga allay kelimaadku uga yimaadeen fataaba wuu ka tawba aqbalay allah subxaanahu wa tacaala calayhi calaa aadam wuu ka tawba aqbalay markaa taaba waa ficil maadiyo allah wasfiga taa'iba la dhihi mahayo allah subxaanahu wa tacaala allah magacyihiisu waa magac tawqiifi oo magacyuhu isagoo la baxay oo nabigu inoo sheegay un baa lagu magacaabay marka taa'ib la dhihi mahayo ismiga faacil la isticmaali mahayo wuu ka tawba aqbalay innahu alle subxaanahu wa tacaala huwa alle attawaabu ka tawba aqbalka badan weeye
الرحيم والنحريص بنا رحمة ديسة وحكمة النبي آدم وقيت كيها عني اللي يريد عني فكان نبي آدم مدن ببايا هيد ما سماء هيد إساقا مركي اللي آيقوه وقمت تلقشنين دنبي وقمت تلقشنين نبي الله آدم وحوية البحن ما الآن بأوقي سوي يعني وحيا ببضن باكا مغنى إلا مركز الله أبو ريو وعي أرقني ببضن ما لهين فكا دنبي ما هيد إساقا حقي إسا مركي اللي آيقوه شيدان كان أنا كوكا ديو إن الله بين الله قلنا هره نبي آدم مركا وكا دي لفظك وحليه فعسى آدم ربه فغوى يعني عصيان كاسم ماها أنبيادو إني عاسيهين إيو حوي وابني آدم وخضم كراوي وخلط لعي موياني أنبيادو الدنبي قواك مستحيل وي الدنبي يري الدنبي وي علماء قارباء يري انتا ولي النبي لقردقين والله ديرين ويدنبابي كران لكن ما شرطة تاسم ما الدنبي قواك مستحيل أنبيادو وي إنه ألا هو يسوى التواب كتوبة أقبل ويا الرحيم ونحرسته قلنا وحانو كنري إهبدو هوبتا منها جنة حق هذا جميعا ساد أولا انتهين يعني جميعا إذنكو وضع الصعودة معها ساد أولا انتهين جنة كذا دعا آدم يدري دي سي جنة لفت هذا عرور بكل دلال لليه النبي آدم أفرتا عرور دلاليو لباتن جنة كل دلالي لباتن انتو أرضا دي يمد بكل دلالي بالي مركا لباتن كي جنة كل دلالي با إسكالوين ونفي قابيلها يو حابيل دلي كوي جنة كل دلالي بكمدها ويلي يقبض بمتاني أهل لباتن ويلي لباتن قبضه مركا جايان كودو وحو أها ninka gabadha uu la mataanay bay geeyaan isoo ahay labada isoo mataanaha marka geeyaan ma ahay ee qaraabay ahay marka waxa la isaad u dhantihiin la dhacalay fayma yaati annakum hadu idin ka yimaado minni xaqayga hudan hanood yani hadan rasuul idin soo diro kitaab iyo diin idin keeno faman tabi'a qafki raa hudaaya hanoon ka iga raa fala khawfun absi alayhim dushooda ma aha wax mustaqbalka soo socda ha hadii hanoon yimaado fala khawfun alayhim wala hum yahzanun وهو يخافك ومستقبلك وحس وصعد على قعب سلا سماه حزني جنا واحد تجيب على جمر جونا وهو يوح كت تجي أو كبع غضي وأي أمر جونا يعني مشي وح ولا بسدي الله وقط على قالوا داعي مستقبلك وح كبع يعني مشي نقفك مركو أنا وكرا مكان مركي هو إيه بدو بالي مركنا إيه بدو بالي بعلي إيه بدو ده حلو كتير هو وح أهيد وأمر لسينا يوم ماشى على جس سارين بيا هيد tan dambar hukum ka dambe la leeyahay lagu daba qabto dhaadhaca oo ardada tago oo jannada ka tago oo adii diin la idiin keeno oo rasuul la idiin diro diraa haddii raacdo waa fiicnaanay sawi macna hadii waa markii horeeyo la siiyay ibdu hoobta mina jannada jami'an dhamaan tiisa su'aal ku yiri fayma yaatiyannakum hadu idiin yimaada minni xaqayga hudan hanoon waa rasuul iyo diin iyo waxaas faman tabi'a qafki raa hudaaya hanoon kayga fala qawfun alayhim absid dushooda ma fi mustaqbal ولا هم يحزنون من مرغون يعني وح كتغي ما جيرو مركا waxaa weeyo qofka muumini qofka xaq raacay waa sida kuwa diideena waa kuwan walladina kuwa kafaru galoobayo xaq diiday wakadabu beeni baayatina ayadaha iyaga beeniyay ulaayka kuwaas ashabu naari naarta saahibadeed weey hum iyagu fiha naarta dhexdeeda khaliduna waa kuwaanayaan saahib macnihiisu waxa weey waa mulaazim yaani saahib waxa leeyahay labada aan kala tagin ba saahib leeyahay oo isku dhagan hadda intay isii yimaadeen kala tagaan saaxiib ma marka waa saaxiib way yaani waligood naartay ku jiray ama ka dhigantahay marka waxana waxa weeye hanuunka oo Alla soo diriyay anbiyaada iyo kutubta ay wataan cidii raacda amni weeye cidii diidana naarta umbay gulayaan sida ku tala galbaal gulayay markii uu rishaa nabi aadam sida loogu sheegay walladina kuwa kafaru galoobay wakadub nabi aadam laga soo bilaabay ila nabi ilaahay maxamed waxa la is amraay waa in xaq la raaco wadadaas waa sida nabi walba tawxiid ba la amray والذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بآياتنا بني أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون وكواريا يا بني إسرائيل لمن كان ريب بني إسرائيل أو شهيد دامو بي أو تاريخ دو تقلب إيا قد قدون إيا أيان در إيا قحد إيا قميسي أي كرد سنايد أو عقدة كي أي كقادين لباتدي أي صومرين إلى هذا كردق ميا سورة دو قيب ويين بيسين إيسا قيب ويين بار ريب بني إسرائيل لقر هذا qayb ta qisada marka leban isaa laga hadlana waa aragnima laga qaadano cida aladiidka ah iyo cida xaq raacida bal mowqifkay kala taagan yihiin siday kala noqon doono mustaqbalkooda wuxuu noqon doono inuu ka faa'iideysanayna insha Allah ya bani israila israil dadkii u dhalay udkuru xusuusta nicmatii nicmadayda xusuusta oo xusuusta qalbiga ka xusuusta afkana ka sheega digriga afka sheegidana waa leeyda xusuusta qalbigaana waa leeyda labadaba isku daro afkana ka sheega قلبك ركح خصوصنا هذا التي نعمتي أنعمت عليكم أن يدين نعمي
وأوفوا أوفية بعهدي أنا قبلت هيدا أوفية أديك قادم وفي بعهدكم أنا بلنت يعني ذكر قادم أنا دين أوفين وإياي أنا كل شيء فرحبوني قعصبة في بنو إسرائيل والنبي الله يعقوب والنبي لما مجعله أم بيدو إنت بدن لما مجعمله يونس يذنون يعقوب يا إسرائيل إسرائيل لما حكاه دكان عبد الله النبي الله محمد نور مجعبو ليه هاي مركا أبهد بالوجه نين كيسي عنا نمن كنا له وين معنا وحال يجا لوجو دجابين يجا لوجو كعنا يايو ونك في عنا بايدن دلائه محاسدا نذن قلوا معنا يا بني إسرائيل نك وناكسن دتخو دلائه وذكروا نعمتي نعمة إذا حسوس النعمة محيا هاي إن الله سبحانه وتعالى الأرض المقدسة الدجية إن محوها أنبياء فربنا وقدري إن دباتو إنك بدنا صامر وألا كبد بادية مد والمركز صوي دباتك كل عدو وحي الله أبلا قاديين إن عابديا ويحق الراعيين الله نوح أبلا قاديا هذا سدا يشان إن ندير راعي مركب بلن تاسان يا تالي مركب وحالي ور نعمة دي حسوسا ندين نيو ندين برواق دباتو أرد ندي كبد بادية وأنبياء ندي كدلي وبقرم ندي كدلي أرنولك أدونك أغفع إلى إذن دجيي وأوفو أوفية بعهدي بلانتا إذا أوفية بلانتم حيا هكذا وحي بلانكا قادن إني حق الرعية أوفي بعهدكم أنا بلانتين أنا أوفين والدين راحين وإيايا كاليغي فرهبوني إذا عبصدا أصنامتا إيا واحن إسكدا إيا كاليغي إذا عبصدا وآمنوا فمايا بما كي أنزلت أن دجيي مصدقا حالو فمينا يوحى أن دجيي لما معكم وحي معنا توريض فمينا يقرانك كريم فيني ولا تكونوها أهاننا أول كافر قال كأقوه الرأي به بما أنزلت وحا أندجي قال كأقوه الرأي كقالوا بها أهاننا ولا تشتروها كإبسننا بآياتي آيادها إيقا ثمنا عوض أما ثمن قليلا نوير وإياي كليغي فاتقوني إيقا عبصر الله سبحانه وتعالى في بنو إسرائيل وحو أشاقي قضية شرتا وروحا أن سودجيو النبي الله محمد كسودجي فمايه وحوي وحو محور رمينيا وحنا محمد كوزيجي واحد يدوك هاي ستين توريد يا قرانكو قرانكو توريد بو رميني وصفة النبي الله محمد توريد كتلة يا قرانكو كوين مدك التوريد وحي شيغي جرتو الدين يا توحيدها بو قرانكو لفتي شيغي ما قرم مرسنا وحل لفتي سيبو شيغي مركا ولا تكون أولا كافرين بي وحلو جيدا قينون كووحو كينا يا مرد دايدوك عالمين كينو علم لديهن إنا دوك هور مسلمتان وقور رعنا إنا دوك هور قالوا دا ماشاكو مجلسا ما بقى بطا وماشاب idinku ina dadka horseedaan bay ahayn inaad ugu horgaaloodaan ma ahayn wala tashrubaa samata qaliila waxa weeye yahuud dadka waxay isugu tilmaami jireen inay caalimiin yihiin oo shacabullaahi muxtaar yihiin oo dadka ka fadli badan yihiin oo isla way yihiin bay isugu sheegi jireen marka diin ahaan bay dadka uga qaadan jireen xoolaha u shaxaadi jireen diin ahaan buu ruuxa caalim buu yahay masal uu sheegaya baadila oo diin ahaan ugu sheegaya waxba la seenay waxa weeye culimo ahaan baa loo xurmeynay waa dadkii cilmiga lahaa baa leeyahay saasay fiasay ku haysta ganacsiga madiinadna marka iyaga haystay ugu xoog roona marka ha ku iibsanina lacag aayadahayga macnaheedu waxa weey nabi ilaah maxamed sifadiisa ha qarinin oo quraankan kariimkii inuu xaq yahay waad ogtihiin ha qarinin idinkoo ilaashanaya wax yar ee dadka ka qaadanaysaan waa wax yar ee dadka qaadanaya meesha waxa kaaga soo baxaya inaan danta dadka diinta laga khaldin oo diin ahaan looga faa'iideysanin diinta siday tahay dadka loogu sheego culimadu waxay yiraahdeen diinta ujira ma lagu qaadan karaa way bilmatal macallimiinta waxayna barta oo kale culimo badan waxay leeyihiin waxba lagu ma qaadan karo laakiin waa lagu qaadan karaa waxay ka dhigan tahay ninku hadii uu maal haysanin isagu isku filayn maal islaam ku leeyahay oo ka dhaxeeyana aan la siinayn fariisinta la fariisiyo war adigu bal dadka waxbar annaguna deeb marka masaarifta ka bixinayna taawan marka diintii alla dartiba u faafinaya laakiin waxan yari meesha joogideedii shaqadiisa laga fariisiyay في واحد مقابلين مركا نبي الله محمد وحيد وح وح لقوقات القرآن كأغفي عن هو لقوقات صحابة إنك لقنيني كتفتي كأفرت كأرجع كسوقات أنت فاتح لك أقرئه مركا معناها قف كان ديني جاء وبالمثل المعلمين القرآن كي نودك توكل على درتي بوحب رايا لكن فدي قال فريسية يصير يا لقو كلمينا وايش كاش مركا أبو بكر صديق وكلا markii loo doortay khaliifnimada yusaladii kala isuuga ku kala inuu meelaha abday wax ka soo shaqeeyo war waa ku sidee bal maamulka xaqiiqad uga tagtay yaa arurtayda aanu shaqeeyeen buu anaga mushaar ku qori baleedii adigu maamulka qabo marka macnihiisu waa sida marka meesha waxa la leeyahay diinta ha gadanina waa inaad wax baadila oo diin aan ahayn dadka diin ahaan loogu sheego oo sida looga qaato marka waa taa mid la sheegay wala tashtaru bi ayati thamanan qaliilan wa iyaya aniga kaliye fataquuni iga baqa
ولا تلبسوا الحق حقها هو إننا وهكو خلدنا بالبادل بادل هكو خلدنا والحال تكتموا الحق حق أتقرين إيسان وأنتم يذكر تعلمون أهد أكتهين حق لفتي سياد أكتهين حق بادل هو إننا معناه وحويه وإن حقين قيبات كشيكت لغا الشيكو بادل فينا قيب لغا سوال يسكن لحدره وبادل كانوا حقا يري لغو لحدري بكوهر قليه وحويه عوان ونكتن بالله سمي خد بدي واقريه يا أما وعدك وتشدين بعوان ونكسن وصمينا يا إله بان يدين كسي كين قولي يا بركاسو وحيا بخلال هذا كسو داري وحق بادل اللي سكو داري وي حقين مركا وتشدين اللي لو حق بادل كسو داري الحق لقريان هوا بادل كدوش الله سومري انت حقية بادل كي اللي سكو نحضره ووحن دين هيني وح دين اللي سكو نحضره يدد في وحن دين هان ووض قادنا يا وتشدين وان حق لقري ورسيدها هي لنا لي مركا علماء دا ماشن محاها يستا علماء دا حق وين الشيغان وين الددكا وحوي أين الددك وحي عدنا كل حق دوري وحق شيئا حق هذي كل سروب ودينا شيكتو كأمس لكن هم الدهانين إنه وحي أبخلد حقها هو النوى وسدا وحلو لي هاي علماء ذو هالشقيستان علماء هالشقيستان وحصوصار كي يقدر كأوه ريا جناح سكي وعلبة هالشقيستان ويا حلقي يا بهذي الددك كتير سيني إنه الددك إسكبر بريان الددك كتير سيني إن الدد بدن كل حق دوران وحي أبخلد له شيئا وحتى أمد iskasiye ahlu jannata ila wa ku shafa aqadin ila ba sura gala hubu ba nambar ka wa soo kale culimadu ha shaqaystaa way ha shaqaystaa ballo baaya wala talbisul haqa haqaha hu winina bil baatil ha ku dhaxdarina wa taktumul haqa haqa atqarinaysa wa taktumuda hadii halay ciraaba leeyda wala talbisu inay ku atfantay ba sura gala nunta laga jiray wala taktumul haqa haqa hadarin wa antum ta'lamuna adaktihin wa aqimus salata salada ooga واتو زكاة الزكاة بحية واركعوا تكدا مع الراكعين كوية تكنا إلا تكدا صلاة هو اللي قال النبي الله محمد باشر حي قل يو حاجرا ليرا هذا صلاة دودو أين رك عضت رسال لهين ووقت لهين وقل يو يريبا ليرا قرآن كما يوحك ليلي من حديث الرسول كما أقولي بركتام عن هذا وحونا قلينا إن صلاة وقت لهين إلا قرآن كو وإشارة وقت لكن وقت قاره الظهر يعرم ركوم الدفن marka goortay doonaan ba iska tukanay ragcadaana waxay doonaan ba iska tukanay qolya sidaas ay jiraan lay wa qolya khalad oo hadda soo biiray way marka salaada oogideeda waa sidii nabigu u sheegay sallu kama raaytumuni usalli taa sharaxu ma baahna marka wa tu zakata zakatan bihiya wa zakati xoolaha ka waajibtay oo nisaabka lahayd oo cida la siinay wax walba la inoo sheegay warka u tukada macraatiina kuwa tukada la tukada taas waxay ishaaray sabaalay warka macraatiina أمر جود ولا بحيي أو تكذا دتك تكنا يا كمين نقد أو تكذا عمر كان ماشى دون تام بكون تكذا كلي يا جماعة علماء الغرب وحين وركع مع الراكين وحلو جدا جماعة الإسلام كلت تكذا ما العلاه كنت تكنين جماعة كلت تكذا ذا نوع ذلك قف كذا ما العلاه كنت تكذا ذو الذات بيون الله هاننا ويكاسع الصلاة لكن ولا جاجر بدني هاي الله وحلي هاي أتأمرون الناس دتك ما أمر إنسان بالبر إحسان يوناك سمين ما أمر إنسان وتنسون أنفسكم نفتينا نما إلوا بيسانو مويدا سمينين بر يحسن مينا نفتينا نما إلوا بيسانو حي مكتا جيسان نفتين إذا كون أمر سينين وأنتم إذا كون تطلون الكتاب كتابك على قريسان أفلا تعقلون إذا مويدا وحبا فهمين سعقل حمام ماها إنو قفك وحي واناك سناء يفعنا وضدك أمره إساقنا وضبا مرا حقا وعقل حمام أقو هدو وحنو لفي عن يهي ووهر زيد إلى هددك مركا وحاوي يوا منافق نمو إيا حمان إن هددك وح أمرته أذكرنا أدبا مرتدين عتلة مدة كلا هدو قف عالمي هو كسي دريه وتطلون الكتاب قف كتاب في أقريه علم له هدي وحي وأفك كشيء يكون عمل فلوى ويهود يهود لليون قف كاس ما في عنا كاس أتأمرون الناس صدق كما أمر إنسان بالبر وناجي إحسان وتنسون أنفسكم نفتي إنما كتج إنسان بلا أمر أمر الآن نفتي إنما وجدك إنسان فراهم كقاد إنسان وأنتم إذا كنا تطلون الكتاب كتاب كأقريه إنسان أفلا تعقلون ميدا وحبب فهمين سعقل حمام ماها إن قفكم ولا دينا وشاقونا كل سمينينا وعلى قرار مركز دمي ولا فهمي واستعينوا كالميستا داعا أو كالميستا بالصبر أتكيسي يو صلوات الصلاة والصلاة الصلاة وإنها صلاة إلا كبيرة تنتيع علس ويؤوين إلا على الخاشعين قوة خشوع سنو هقان سن مويان صبر هذا وحلقوت الماما يا صون كوكالي صون كوحو كمدية صبر مركز صون يا صبر ودن يكالبوك المركز لباتها وحيابها هي شقادة أتقوى نيسان أتكيسي هي صلاة اسكدرة صلاة وحاكمية وحيابها مروبت ويفيدة مركز النبي وحمو البهار قليه صلاة بو النبي قلت كجر مركز صلاة تكتو إلا واتشي هذا الله تشطي الله بالله تشنيسان تشي قارد الله قليسا مركز تكتو
بس والبهار كيف وكابي الله وقوة فجر وخاضر تادي يا وحو ناس نكون في كريسة خلاص الله 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 تخلت هالشتي ويا أمورها دي أولا صبر كنا وقت كيسي مركا صبر كي سلادنا سلادة كعجب بدنا بالمثل صون كوكله روح وكأف حلين هاي جماع يا شراب كي واحد سكاف حلين لكن شهوات كيسي كالوفر بنايا عدو دونو الله شكيسانو ليش دونو تريو سيدو دونو صاد القاضي لكن سلادة هاي هل حبنه كريه سلادة كبحث يعني متشرو وقتك سلادة اللي قلت شرا خلاص حبن والبقو كم مشغول فيها مالك لو كفر اللي متشرو مركا سلادة واتشي عاد الله الله قسي مركا وحوية مركا أمور تاضو لن سلادة مركا انت هبينك يقول بحر تلا مركا عدو تقرك سيسود الله قعنت وتاقته هرو البحر كو كاقبا يا وي شاي كستو سلادة او كالما يسوي وصعينو كالما يسا بالصبر الصبر كاد كيسي قصونك كميديا يو صلاة سلادة وإنها صلاة لكبيرة تي وين ويان إلا على الخاشعين وحاول يكون خشوع سنو اللي اوهو قان سمي وهو قان سن مويان صلاة وينو أرقني وحادر كيسا روح وين وقبوبي ومركو كعكربو إنو دولك عسكدا موياني أنك عكري لكن مركو صلاة تكني فديت كيسا والليان آير بوك عدد كاسو اللي تكني أدبي عجب وعجب بنتهي مسلا داس نشاد باقلي أدأديت باقلي حماسة دي سيبا كعي مركو صلاة تكني ما عسلا مركا قف مؤمن صلاة كما بعسلا بل صلاة أنت والبهاري نيسا أدي بالمثل بيه وحسي كان نقدان وطيامون تطيام قال افتيس عقدة بنا كغطو للنهارة كاملة تربسي وي مركا صلاة خاشع موياني وي علصاي منافقين توي تكن كريواي منافقين توي حاكو عسلين لبدا صلاة دون أن دادكو آدو تبين بالمثل عشاجي صبح وكلا ياكو عسلا مركا خاشعين توي واكوي حدبا خاشعين توي ما اسكا شيغشا ميا الذين كووية يظنون يقينسن ظنقان وهذا هو يقين أنهم يقو يعني عقيدين أنهم يقو ملاقون ربهم ربي قوضين لك المدونة ومحكمة تجدونة وأنهم يقول إليه حقيس راجعون إنه قوضونة ربي قوض بي لك المدونة وين لمن أي بكاتا الله صلى الله إنه محكمة دي بسوتا قيات مركات كتا لقشنت هاي أما قف كتا لقشن يا إنه الله محكمة كذا يا هاي وسيدي يا رجل محكمة دوحو كقبح لها وحي سؤال شأو كل سؤال لها وحو سيدي يا رجلين marka qofku marku nool yahay salaada kamida waxyaabaha allah allah hortagaysid kaga xujabaxayso dilmata lawalu ma yuhasabu al-abdu as-salaah a'maasha waxa loo xisaabi aan diig iyo jaraahaadka ahayn waa salaada salaadadu haday sax soo baxdo intii kolo dhan waa lagu raacay waxa weeye waad baastay weey salaada lagu baasaya alladheena huwa yadhunnuna malaayina ya annahum yaqumu laqu rabbihim rabbigoodi inay la kulmayaan wa annahum yaqunu ilay haqi sirajicuna inay noqonayaa يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل نمنك ننك في عن الدليل أذكروا حصوصا أو شيئا نعمتي النعمة إذا ألتي نعمة أنعمت عليكم أنا دين نعمي وأنا دين نبت قليي ونباتور دين كساري وأرض المقدسة دين دجيي وأنبياء فربدان دين دري نمدى حصوصا ذكركم مركا عربك يا قلبك بوي وأني أنا فضلتكم إنا إذا شرفي إذا فضلسي حصوصا على العالمين خلقك إذن لوقتك أها على عالم زمانهم حوي امه محمديه امه كفضل بدن ما جيرتو كنتم خير امه اخرج للناس marka waxay reeban israel ka fadli badan yihiin kuwi la waqtiga iyaga aha dadkii ba ka fadli badnaayeen anbiya far badan bay lahayn waani anigu fadaltukum inaan in fadila idi sharifay oo idi fadlitii xusuusa ala alamin khalqiga idin ka fadlisiyay wattaqu kabqa yawman malin la tajzi أين كغف الليل أما ككافيين النفس النفي عن نفس النفس كالأشياء وما لنت أين ننفن النف كالأوحترين ولو أبيه الضغط ما لنت ولا كالعرض أبيه هي عرورتي ولا كالياع أبوه حكي أبيه عرورتي هو يدي حاسكو إنا يوقف سداد دينه حرام بدن عنسي سيدي هدين بكي أبيه وهو منمات بدنين يهبك أبيه يوم يفرر المن وما لنت عدو عز وحتري كرتمال شفاعة ما لنت النبي الله محمد كريا ومبعوتها ما لنت أيضا markii cid walba la soo maro waxad la waay nabi ilaahay muhammad baa u taagan haye dadada tii ka waran waxaasi yeelo inta daacadii waxa iska dayso aniga kugu filanay wuxuu ka ka waran dadada ruux ku tidaway oo ku aamina isagii wa khalaq wattaqu kabqa yawman malin kabqa la tajzi ayna ku filayn ayna anfa'ayn nafsun nafi'an nafsin nafkala shay'an shay'an ina asani wala yuqbalu an laga aqbalin minha nafta shafa'atun irja'an laga aqbalin adigu midintu isoo soo tagay ila koonaan u urgeyna hal daaya dambiile ah waana dambiile markaas shuru waanu urgeyna lamaga aqbalay balta lagu aqbalayo shafaacatu al-udmaan nabiyilaah muhammad shafaacadiisa wala soo galay muslimiintu way u shafaacay laakiin furud naf
الله إذن شفاعته واحتري كرتا مجرته ولا يقبل منها شفاعة إرقما لقى أقبلين ولا يخذ لقى قادمها منها حق إذن عدل اللالوش لقى قادمها فدية يعني إن فرش ونفتا فرش لقى ما قادمها مالتها ما اللي ويديني عندنا حتر بس مالتها وحكوا أنفع يوام حي وعمل كاجو عمل كاجو إيمان كاجو عمل كاجو ما مالتها كو أنفع ولا يخذ لقى قادمها منها نفتا عدل وحفرشا ولا هم يجنا ينصرون اللوجر جاري ما يعيدوا هذا ليس مجرد اللوجر جاري ما هي الدفاع مجرد مال انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم.